Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dhil jalali wa syari'il harami wal halali. Summa sholatullahi ma'salami ala nabiyil mustofatihami. محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي وبعد هذه زبد ندمتها أبيتها ألف بما قصدتها يسهل حفظها على الأسفل نافئة لمبتدي الرجال توفيق مع التوفيق للمشتغل إن فهمت وأوبئ بالأمل فاعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من ظلمات فعلم بعلمه لم يعمل مؤذب من قبل عباد الوثن وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل والله أرجو المن بالإخلاص لكي يكون موجب الخلاص مقدمة في علم الأصول أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان والنلك بشهادتين اعتبر لصحة الإيمان ممن قدر إن صدق القلب وبالأعمال يكون ذا نقص وذا كمال فكن من الإيمان في مزيد وفي شفاء القلب ذا تجديد بكثرة الصلاة والطاعة وتنكمال النفس من شهوات فشهوة النفس مع الذنوب موجبتان قس وتنقلوب وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي وسائر الأعمال لا تخلص إلا مع النيات حيث تخلص فصحيح النيات قبل الأمل واتم بها مقرونة بالأول وإن تدوم حتى بلغت أخيرا حزت ثواب كاملا في الأخيرة ونية والقول ثم الأمل بغير وفق سنة لا تكمل من لم يكن يعلم ذا فليسأل من لم يجد معلما فليلحل وطاعة ممن حرما يكون مثل البناء فوق موج يجعل فاغطى يقينا بالفؤاد واجزم بحدث الآلام بعد الآدم أدسه لا لاحتياجه الإلى ولو أراد تركه لما ابتدى فهو لما يريده فعال وليس في الخلق له مثال
Qudratuhu li kulli maqdurin ju'il wa ilmuhu li kulli ma'lumin syamil. Munfaridun bil qalbi wa tadbiri jalla anishabihi wa nadhiri. Hayyun muridun qadirun allamu lahul baqa wa sam'u wal kalamu. Kalamuhu kawasfihi al-qadimi lam yuhdithil masmu'a lil-kalimi. Yungtabu fil lawhi wa bil lisani yuqra' kama yuhfadu bil adhani. Arsala ruslahu bi mu'jizatin zahiratin lil khalqi bahirati. Wa khassa min bainihimu Muhammad falaysa ba'dahu nabiyun abada. Fadalahu ala jami'i man siwa fawa syafi'u wal habibu lil ilam. Wa ba'dahu fal afdalu syidiku wal afdalu tani lahul faruku. Uthmanu ba'dahu kaza aliyu fasitatul bakuna fal badriyu. Wa syafi'i wa malikun wa nu'man wa ahmadu ibn hanbalin wa sufyan. Wa ghayruhu min sa'iril a'imma ala hudan wal ikhtilafu rahman. والأولياء ذو كرامة رتا ومن تهاولي ولد من غير أم ولم يجوز في غير مات الكفر خروجنا على ولي الأمر وما جرى بين الشهاب نسكت عنه وأجر الإجتهاد نثبت فرد على الناس إمام يشيب وما على الإله شيء يجيب ينسب من أطاءه بفضله ومن يشاء عقابه بأدله يغفر ما يشاء غير الشرك به خلود النار دون شاك له إقاب من أطاءه كما يثيب من عصى ويولي نعما كذا له أن يؤلم الأطفال ووصفه بالظالم استهالا يرزق من شاء ومن شاء أهرم والرزق ما ينفع ولو محرم وعلمه بمن يموت مؤمنا فليس يشقى بل يكون آمنا لم ينزل الصديق فيما قد مضى عند إلهه بحالة الرضا إن الشكي لا شكي الأزل وأنسه سعيد لم يبدل ولم يموت قبل قضى الأمر أهل ونفس تبقى ليس تفنى للأبد.